معنا واليوم كانت جلسة التي حضر فيها السي محمد حيدري من أجل محاكمته، إلا أنه بعض الزملاء الذين ينوبون عن المتهم الآخر التمسوا مهلة لإعداد الدفاع، مما ارتأت معه المحكمة تأخر الملف إلى يوم الجمعة المقبل. وعلى هذا المستجد الذي لم نكن نتوقعه، على اعتبار أن في الجلسة السابقة كانت المحكمة أخرت الملف ليكون جاهزا للمناقشة، ولكن احنا هذا حق الدفاع حق يعني مكفول دستوريا وقانونيا. تقدمنا بملتمسين، ملتمس رامي الى استدعاء الشهود، المحكمة قررت في شأنه ارجاء البت الى حين مناقشة القضية. فيما يخص ملتمسنا رامي لصراح، تقدمنا بملتمس رامي لصراح على اعتبار ان السي محمد الحيدوي هو شخصية عامة له كافة ضمانة الحضور، بالاضافة الى منصبه كمسير شركة له مداخل قارة، له مسكن بأسفي ولا بالدار البيضاء، هو كذلك نائب برلماني ورئيس نادي أولمبيك أسفي ورئيس جمعية دار البحار بأسفي، يعني أن المجتمع يحتاجه وأسرته تحتاجه. والتمسنا كذلك تمكينه من الصرح ولو بكفالة مالية. المحكمة حجزت الملف للمداولة للبت في آخر جن، نتمنى كيف قلنا في المرافعة هي صرخة أمل، صرخة أمل من أجل يعني إفراج هذا الشخص، لأنه يعني مواطن مغربي يتوفر على كافة الضمانات. وقلنا للمحكمة بأن إطلاق سي محمد الحيدوي لن يضر القضية في شيء، ما دام أنه يحضر بتلقائية وما دام أنه شخص معروف ولو مسكن قار وامتثل في جميع يعني الجلسات السابقة أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية ولا أمام السيد وكيل مالك. يعني كنعتقد أن هذا الطلب هو حق المشروع، هو مؤسس قانونا، لان الاعتقال الاحتياطي كما تعرفوا هو التدبير الاستثنائي في حاله عدم توفر ضمانه حضور وخطوره الفعل. احنا شرحنا للمحكمه بان الفعل ليس بخاطر، محاوله النصبية ليست بجنحه يعني خطيره جدا التي السي محمد الحيدوي قام بالنصب على هذه الاشخاص او من غير او شيء من هذا القبيل، ولكن قلنا للمحكمه وهذا المحكمه تبقى هي سيده القرار، نحن نثق في القضاء ونتمنوا من الله يعني يستجبوا لنا ويفرحوا وليداته. هذا حق دستوري وحق قانوني، لا يمكن الاعتماد على شهاده الشهود الا باداء اليمين امام المحكمه. المحكمه ما رفضتوش، المحكمه ارجعت البت فيه، نحن لنا اليقين ان المحكمه ستقول كلمه العدل، نحن نثق في قضائنا، نتمنوا ان المحكمه تاخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات. احنا التمسنا يعني الصراحه ديالو ولو بكفاله ماليه يعني المبلغ اللي بغات المحكمه نعطيه للمحكمه، لان مصالح السي محمد الحيدوي معطله، هناك ناس محتاجين للسي محمد الحيدوي، الناس اللي كيشتغلوا معاه، الجمعيه نادي اولمبيك اسبي اللي كيتراسوا السي محمد الحيدوي لحدنا هو الرئيس ديالو، محتاج الانتدابات، محتاج لانه يؤدي الاجور ديال المستخدمين، محتاج انه يوجد البرنامج ديال الفرقه اللي احنا مقبلين في شهر الشطيبين على انطلاق البطوله الوطنيه. كنعتقد بانه حال الوقت لانه السي محمد الحيدوي انه يتم الافراج عنه، ولكن احنا في كل الاحوال نحترم قرارات المحكمه، لان المحكمه لها القرار الاول والاخير. كنعتقد جازمين ان الكل تفاعل مع الملتمس، كل الحضور يعني لهيئه الدفاع، يعني نتمنوا من الله ونتمنوا ان الرساله ديال حتى الصحافه توصل رساله صادقه، لان السي محمد الحيدوي ليس مجرم. يعني لما وقع السي محمد هو عن طريق الصدفة، يعني ما غادي يدخلش في حيثيات هذا الملف، خليه اثناء المناقشه. وداك انتم راكم تبعتوا الاطوار ديال المتهمس وحصلتوا على معلومات، ان داك انتم تنوروا الراي العام. احنا بالنسبه لنا ما غاديش ممكن نخوضوا في الملف، لان الملف لم يناقش بعد. نتمنوا من الله ان في هذا اليوم يتم الافراج عنه، وشكرا. المسطره الجنائيه هي اللي كتستوجب على ان المحكمه ملي تبغي الحكم ديالها كتبني على حجج عرضت شفاهيا وحضوريا امامها، وبالتالي فالشهود الى حضروا غادي يؤديوا اليمين القانونيه غادي يوليو شهود، وبالتالي كتاثر المحكمه بالشهاده ديالهم بطبيعه الحال وكتكون القناعه ديالها من خلال الشهاده ديالهم. دونك الحضور ديالهم كنعتقدوا احنا كدفاع بانه مهم وضروري لاستجلاء الحقيقه. احنا في الموقف ديالي انا كدفاع كيبان لي على ان حتى الافعال اللي كاينه في المحضر ديال الضبط القضائيه في نظري كدفاع بطبيعه الحال نظري انا ماشي ضروري توافق النظر ديال السيد وكيل مالك، ولكن في نظري انا الافعال لا تشكل البتة اي فعل جرمي، لان ما كاينش فعل جرمي، ما كاينش النصب، لان النصب خص يكون ضحيه، ما كاينش ضحيه، ما كاينش العناصر التكوينيه ديال النصب، لان ما كاين لا الركن المادي الركن المعنوي ما كاينش في النصب، وبالتالي كنعتقد بان راه الفعل الجرمي كفعل جرمي ما كاينش. اذا كيبقى بيع التذاكر هو ماشي هو اللي باع، كما سبق لي صرحت بانه هو غير استعمل التليفون ديالو تستعمل في عمليه ديال البيع، وتعمل البيع ما تماش. في الاخر السيد اللي اتصل كما قلت لكم هذاك السيد كان عنده نيه مبيته انه يسجل الحداوي لغرض هو يعلمه
ولا اعلمه انا ولا يعلمه السيد الحيداوي. وبالتالي فحتى ذاك البيع كما قلت هذاك البيع يعتبر لا يعتبر جريمه يعاقب عليها بالسجن، لان الاعتقال الاحتياطي خص تكون الجريمه المتابعه من اجلها فيها عقوبه ديال السجن، ماشي الحاله ديالو ما كاينش، لان يلا فيه الغرامه ديال 1000 درهم حتى 10000 درهم. دونك ما يمكنش تعتقل الانسان على واحد الفعل اللي حتى ولو تابت. وهذا كاين نقاش، لان الفصل المتابعه ديال 308-12 هذا كيتعلق، واش كيتعلق بالتراب المغربي ولا كيتعلق بالخارج، هذيك هضره ما كاين نقاش. ولكن على اي حال كيف ما بغى يكون الحال كتبقى العقوبه فيها يلا غرامه، دونك ماشي مبرر باش يتعتق. المحكمه مازال يلا غتثبت في اخر جلسه. حنا ديما عندنا امل في المحكمه، حيت حنا الا فقدنا الامل ما نبقاش نخدموا، فهمتي؟ كنطلبوا ما كيعطيوناش، وكنعاودين نطلبوا كنقول هاد المره غيعطيونا، وكنبقاو ما كنخدوش وكنقوموا بواجب ديالنا. خص نطلبوا الصراحه موقعات، لان فعلا السي الحداوي كيعيش وضعيه جد مزريه، وبان الاعتقال ديالو هو اصلا نفسانيا ما استساغش هذا الاعتقال ديالو، فهمتي؟ وصعيب باش الواحد يحس بالحقره. إذا كان نائب برلماني كيحس بالحقره اش غادي يحس بها الشخص العادي؟ محن هو ما عرفش راسو علاش غادي يكون، ما اختلس ما خدا ما هو خلص على الناس، صعيب باش يقبل على انه يكون وراء القضبان. اذا تعاني معاناه نفسيه خطيره جدا، وحتى المصالح الماليه ديالو معرضه للضياع بسبب الاعتقال. واش اللي حاولنا نبينوا للحكامه كانت تمنوا على انها غادي تفهم المعطيات اللي عطيناها ونستجيب للطلب. نعم 11/8